لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ولا بد للقيد أن ينكسر. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام وحياكم الله. يعتقد الخبراء أن جذور الفساد في إيران تعود لهيمنة المؤسسات الطائفية والجماعات المرتبطة بأعلى هرم النظام والمجموعات التابعة لبيت المرشد الأعلى علي خامنئي، والتي تستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني ولا تخضع لأي رقابة. كما أن الحرس الثوري الموالي للمرشد اتجه بعد نهاية الحرب الإيرانية العراقية في أواخر الثمانينيات اتجه إلى الأنشطة الاقتصادية تحت شعار إعادة الإعمار. في البداية كان هذا المشروع، أما اليوم فيسيطر الحرس الثوري على كل مجالات الاقتصاد، بحيث لا يمكن للقطاع الخاص أن ينافسه في هذا المجال. إنه نظام مجرم، نظام فتاك، ظلم وبطش في الأرض وخصوصا في جغرافية ما تسمى بإيران. أولى فقراتنا في حلقة هذا المساء مع الجزء الأول من الأخبار، فإلى العنوين. الاحتلال يعتقل 3 أشقاء أثناء صلاة الجماعة في الأحواز. الحوزة الإيرانية تنظم نشاطات طائفية مكثفة في الأحواز. سلطات الاحتلال الإيرانية تعتقل ناشطين أحوازيين. السلطات الإيرانية تنفذ الإعدام في مواطنين من لورستان. ألف سجين بلوشي يعانون من نقص حاد في المرافق الصحية. وفاة السجين عزيز أنوريان في سجن زاهدان بسبب الإهمال المتعمد. خطيب وإمام جمعة سروان ينتقد بشدة نسبة الشعائر الشركية لأهل السنة في بلوشستان. المئات من الأكراد يتظاهرون في مريوان الكردية والأمن يعتقل العشرات. إيران تقصف معارضين أكرادا بمنطقة باباجاني. عشرات الضباط الإيرانيين يحتجون على عمليات فساد في الجيش بدزفول. أهلا وسهلا بكم من جديد.
داهمت مخابرات الاحتلال الإيرانية مدعومة بقوات كبيرة من الأمن وميليشيا البسيج منزل المواطن الأحوازي إحيال الحيدري في منطقة الملاشية غربي الأحواز العاصمة، وذلك مساء يوم الخميس الماضي، واعتقلت 3 من أبنائه عندما كانوا يؤدون صلاة المغرب جماعة. وقالت مصادر إعلامية إن عناصر المخابرات فور دخولهم إلى البيت اعتدوا على المعتقلين 3، وذلك عبر استخدام العصي الكهربائية ليشتبك بعدها كل أفراد العائلة مع القوات المهاجمة. وفي تصرف مستفز قام أحد عناصر المخابرات بضرب إحدى شقيقات المعتقلين ونزع نقابها بعدما حاولت الدفاع عن إخوتها. أقامت دولة الاحتلال الإيرانية نشاطات طائفية مكثفة بمضمون طائفي وفارسي في العديد من المدن الأحوازية، وذلك مع حلول شهر محرم. هذا الأمر الذي أثار استياء وغضب الشارع الأحوازي من هذه النشاطات التي تهدف إلى التقليل من شأن الإسلام والصحابة رضي الله عنهم. وقالت مصادر أحوازية للمكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز إن الحوزة العلمية في قم بالتعاون مع الحرس الثوري وجهاز مخابرات الاحتلال في الأحواز يشرفون على إقامة هذه النشاطات التي تعرض فيها سيرا مزورة لشخصيات لعبت أدوارا حاسمة ومهمة في التاريخ العربي الإسلامي، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، وذلك بهدف التحريض وإثارة النعرات الطائفية. وتقام هذه المناسبات في أغلب المدن والقرى الأحوازية وفي أماكن متعددة من المدارس والجامعات والمراكز الثقافية. اعتقلت الاستخبارات الإيرانية في مدينة الأحواز ناشطين مدنيين أحدهما شاعر واقتادتهما لجهة مجهولة دون توضيح أسباب اعتقالهما. وداهمت قوة من الاستخبارات صباح الثلاثاء الماضي منزل الشاعر العربي عارف نواصري، وهو من أهالي مدينة الفلاحية جنوب إقليم الأحواز. ورجح ناشطون أن يكون سبب اعتقاله إلقاؤه أشعارا وطنية وحماسية تطالب بحقوق الشعب العربي الأحوازي أثناء مناسبات اجتماعية. وبعد يوم واحد من اعتقال الشاعر نواصري هاجمت قوات الأمن مساء الأربعاء منزل الناشط المدني عامر سيلاوي في منطقة كوت عبد الله. يذكر أن سيلاوي قد اعتقل عدة مرات على خلفية مشاركته في احتجاجات سلمية لمناهضة مشروع نقل مياه نهر كارون من الأحواز إلى محافظة أصفهان وأنشطته في مجال حفظ التراث العربي. نفذت السلطات الإيرانية فجر يوم الثلاثاء الماضي الرابع من أكتوبر حكم الإعدام في مواطنين من اللر في خرم أباد غربي إيران. ونقل موقع هيرانا لحقوق الإنسان في إيران بأن السلطات الأمنية نفذت حكم الإعدام ضد مواطنين من القومية اللرية في سجن بارسين بخرم أباد بتهمة محاربة الله، وسط تزايد عدد المعدومين في إيران والذي وصل إلى 54 حالة إعدام في شهر سبتمبر الماضي فقط. وحذرت منظمات حقوقية داخل إيران من الأحكام التي قد تزمع السلطات الإيرانية بتنفيذها هذا الشهر بحق 34 شخصا من كردستان المحتلة اتهموا فيها بمحاربة الله. ونشر موقع هيرنا أسماء 24 شخصا من أصل 34 من الذين اتهموا بمحاربة الله والتخطيط ضد النظام في إيران.
يعاني أكثر من 2000 سجين في سجن زاهدان وسط بلوشستان المحتلة من نقص حاد في المرافق الصحية وسط إهمال متعمد من قبل سلطات الاحتلال الإيراني. وبحسب موقع النشطاء البلوش فإن السجناء البلوش يعانون من مشاكل عديدة كالمرافق الصحية والتغذية، مضيفا أن السلطات القضائية تمنع بشدة نقل السجناء الذين يعانون من أمراض خطيرة إلى خارج السجن لتلقي العلاج. وقال أحد السجناء المفرج عنهم: إن المسؤولين في سجن زاهدان وضعوا في كل عنبر أكثر من 300 شخص، في حال أن العنبر لا يتسع إلا ل200 سجين. وأوضح هذا السجين بأنه بالرغم من وجود هذا الكم من السجناء في كل عنبر، إلا أنه لا يوجد فيه سوى 3 دورات مياه فقط. وحول الأغذية التي تقدم للسجناء قال: إن إدارة السجن لا تقدم للسجناء التغذية المناسبة، مؤكدا بأن الأغذية التي تقدم تعتبر فاسدة ومتعفنة وتصيب السجناء في أكثر الأحيان بالتسمم. وكشف الموقع عن وجود 350 سجينا من أصل 2000 ينتظرون أحكاما بالإعدام. توفي السجين البلوشي عزيز أنوريان يوم الأحد الأسبوع الماضي في سجن زاهدان وسط إقليم بلوشستان المحتلة، وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد. وذكر موقع الناشطين البلوش بأن السجين عزيز أنوريان كان يعاني من مرض القلب منذ أن دخل السجن، وقد حاول ذووه مرارا تقديم طلب للسماح له بتلقي العلاج خارج السجن، لكن السلطات القضائية رفضت الطلب. وأكد الموقع بأن السبب الرئيسي في وفاة السجين البلوشي كان الإهمال المتعمد للطاقم الطبي في السجن، حيث أعطاه الطبيب في السجن حبوبا لأمراض المعدة بدلا من الحبوب المخصصة لمرض القلب. انتقد خطيب وإمام جمعة سروان البلوشية الشيخ مولوي عبد الصمد ساداتي، انتقد ترويج القنوات الفضائية الإيرانية للشعائر الشركية في شهر محرم ونسبتها لأهل السنة والجماعة في بلوشستان المحتلة، واصفا إياها بالخطوة الخبيثة لزرع الفتنة والانقسام بين الشعب البلوشي. وأعرب مولوي ساداتي عن أسفه إزاء ما يحدث من فرض عقائد باطلة على أهل السنة والجماعة في بلوشستان بشكل خاص والعالم الإسلامي بشكل عام، وقال: تلك التصرفات والعقائد لا تتعلق بأهل السنة بتاتا. وأضاف ساداتي بأن أكثر القنوات الطائفية التي يديرها أشخاص من داخل إيران تبث الشبهات ضد أهل السنة والجماعة ويستدلون بنصوص مكذوبة من كتب أهل السنة. تظاهر المئات من المواطنين الأكراد في مدينة مريوان الكردية يوم الخميس الماضي احتجاجا على سياسات الإهمال التي ينتهجها النظام الإيراني في كردستان المحتلة. وذكرت منظمة حقوق الإنسان الكردية بأن الاحتجاجات استمرت لثلاثة أيام على التوالي حتى يوم السبت. وأكدت المنظمة بأن المتظاهرين رفعوا لافتات وطالبوا بحل مشكلة الطرق التي أصبحت تهدد حياة أبناء كردستان بسبب كثرة حوادث السيارات. وذكرت مصادر كردية بأن القوات الأمنية اعتقلت الكثير من المحتجين واقتادتهم إلى جهة مجهولة، كما اعتقلت 5 أشخاص من منظم الاحتجاجات. وقد أكد المتظاهرون أنهم سيستمرون في احتجاجاتهم بالرغم من الاعتقالات العشوائية التي نفذتها قوات الأمن. قال
قصفت مروحيات الحرس الثوري الإيراني مجموعة مقاتلين أكراد وقتلت 12 منهم خلال اشتباكات مع الحرس الثوري بمنطقة باباجاني الواقعة بمحافظة كرمنشاه على الحدود الإيرانية العراقية، بينما أصيب 3 من الحرس بجروح على يد المجموعة الكردية. ونشرت وكالة فارس صورا وفيديو عن عملية القصف وعن جثث القتلى الأكراد، كما نقلت عن قائد القوة البرية التابعة للحرس الثوري العميد محمد باكبور بأن الاشتباكات وقعت عندما حاولت مجموعة كردية التسلل عبر الحدود لتنفيذ عمليات داخل إيران. من جهته ذكر موقع روجي كورد الإخباري أن المجموعة الكردية تتبع لمسلح حزب الحياة الحرة بيجاك، لكنه استبعد أن يكون عدد القتلى بهذا الحجم. تجمع عشرات من ضباط القوات الإيرانية أمام قاعدة دزفول الجوية جنوب غرب إيران احتجاجا على عمليات نصب تعرضوا لها ضمن ملفات فساد حكومي طالت مؤسسات الجيش، وذلك عقب الكشف عن سلسلة ملفات كبيرة للفساد في البنوك والوزارات ودوائر الدولة. وفقا لموقع آمد نيوز، فإن جمعية برواز للإسكان التي تدار من قبل القوة الجوية للجيش ومديرها عليان متورطة بعملية نصب واحتيال بالمليارات ضد العشرات من كوادر هذه المؤسسة، الأمر الذي أثار استياء شديدا بين ضباط الجيش وأسرهم. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بمشيئة الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، وحياكم الله، وأهلا وسهلا بكم، وتقبل الله منا ومنكم صيام يوم عاشوراء حيث كان يوم الأمس. ونجد بأن من اتبع القرآن والسنة لم يفعل في هذا اليوم سوى صيام هذا اليوم تعبدا لله عز وجل وعملا بوصية محمد صلى الله عليه وسلم. نجد في المقابل بأن هناك من شوه صورة الإسلام وبين للناس هذه الخزعبلات وهذه الشركيات التي تظهر في الحسينيات وفي بعض المواقع بسبب يوم عاشوراء. هناك ممارسات لطم، تطبير، يعني أشياء حقيقة بأنها تدمي القلب قبل أن تدمي هذه الأجساد التي نشاهدها عبر القنوات الفضائية وعبر الصور والفيديوهات. تساءلت يوما لما يتابع غير المسلم هؤلاء الذين يتصفون بصفات الإسلام ويقولون بأننا نحن من المسلمين، ماذا يقولون عن الإسلام؟ بماذا يصورون الإسلام؟ سيشمئزون بالإسلام وسيتركون الإسلام ولا يحبذون الدخول إلى الإسلام بسبب هذه الممارسات الهوجاء. ولكن نحن علينا أن نبين للناس وأن نبين للعالم بأن مثل هذه الممارسات لا تمت للإسلام بصلة، وأن هذه الأعمال من لطم وتطبير هي مجرد خزعبلات. يا أهل الإسلام، أوصيكم وأوصي نفسي بأن نبلغ هذا الدين كما أنزله الله عز وجل، وأن نرد على مثل هذه المعتقدات وعلى مثل هذه الشركيات بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نبين للعالم كل إنسان بحسب قدرته، وخصوصا من أعطاه الله عز وجل لغة غير اللغة العربية. من يتحدث باللغة العربية يبين للناس الردود الإسلامية الحقيقية على مثل هذه الممارسات. من أعطاه الله لغة فارسية، إنجليزية، إسبانية، ألمانية، أي لغة
يملكها الإنسان يسخرها في خدمة هذا الدين ويبين للناس بأن هؤلاء لا يمتون للإسلام بصلة. هدانا الله وإياهم إلى صراطه المستقيم. إليكم مشاهدي الكرام هذا التقرير ثم نعود إليكم. صراخ وعويل ولطم على الوجوه ودماء تسيل وجلد وأسلحة بيضاء، هذه المناظر المخيفة وغير المعقولة أو المقبولة هي أبرز ما يأتي في مخيلتك عند ذكر اسم الشيعة أمامك في شهر محرم وخصوصا يوم عاشوراء. يعتبر الشيعة الرافضة يوم عاشوراء ذكرى أليمة وحزينة، لأنه يوم استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنهما في كربلاء، لذلك يحيون هذا اليوم بطريقة خاصة مليئة بالكثير من الطقوس المثيرة والغريبة في ذات الوقت. ففي عهد الدولة البويهية أمر معز الدولة بإغلاق الأسواق في العاشر من محرم، وأمر بخروج النساء حاسرات بائسات يلطمن على وجوههن حزنا لمقتل الحسين. وظهرت مجالس العزاء وتطورت في عهد الدولة الصفوية التي حكمت بلاد فارس أو إيران من عام 1501 إلى 1785 من الميلاد، حيث تمت إضافة بعض الطقوس المستمدة من طقوس مسيحية إيطالية تحاكي ما يسمى بالآلام التي عانى منها المسيح عليه السلام بحسب معتقد النصارى. ثم بعد ذلك تم إضافة زيادات على تنظيم الاحتفال بذكرى يوم عاشوراء عن طريق الضرب بالسلاسل الحديدية على الظهر والسكاكين على الرأس وتقييد أيدي النساء والزحف على ركبهم، وهذا ما نشهده في العصر الحديث في يوم عاشوراء. كما ينظمون مواكب لزيارة الضريح المنسوب للحسين ورفع الصور الخاصة به والتمسح بالضريح وتقبيله وكثرة البكاء حوله وإضاءة الشموع وقراءة قصة الحسين وعقد مجالس عزاء يلقى فيها قصائد حزينة ينشد بها ما يسمى بالرادود الحسيني، وخلفه جماعات تضرب صدورها بقبضات أيديها. وهذه كلها بلا شك طقوس لا تنتسب للإسلام ولا يعترف بها، وهي شركيات تناقض الشرع الذي كرم الإنسان بالعقل. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. حقيقة مثل هذه الطقوس أبشركم بأن الكثير من عوام الشيعة تركوا مثل هذه الطقوس التي لا تمت للإسلام بصلة، وما يعرض على الفضائيات وما يعرض في الصور وعبر وسائل التواصل هي ممنهجة ولمجرد تصوير بأن هذا أو هذه الممارسات هي الشائعة عند الخلق وعند البشر، ولكن مثل هذه الصورة تجد بأنها منسقة ومنظمة تماما، حتى ذكر بأنه في بعض المناطق في إيران أنها تدار مثل هذه الحسينيات ومثل هذه الطقوس من الحرس الثوري الإيراني، حتى يصور للناس بأن هذا الأمر هو الأمر الشائع وأن هناك سواد كثير من الناس يقومون بعمل هذه الطقوس الشيعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وآخر ما عملوا حينما ذهب حسن روحاني ووزير خارجيته ومن معه إلى تايلاند وأقاموا مثل هذه الطقوس في تايلاند. الذي يطمئن بأن أهلنا في الأحواز وفي المناطق المقهورة في إيران وحتى في بعض المناطق الفارسية لا يقيمون مثل هذه الطقوس الشركية ولا يعترفون بها، والبعض قد تاب منها وتركها، وهذا شيء يطمئن القلب، ونسأل الله أن يثبتنا وإياهم، لأنهم علموا الحقيقة واتبعوا الحق.
لكن بعض من إخوتنا في الأحواز وفي بعض المناطق في هذه الأقليات وفي هذه الشعوب يعانون معاناة كبرى حينما يجبرون على ممارسة مثل هذه الطقوس في الحسينيات وفي الأماكن التي تقام فيها مثل هذه الشركيات، مثل طلاب الجامعات، طلاب المدارس، الموظفين يكونون من ضمن مثلا الجامعة أو من ضمن القسم في الجامعة أو من ضمن القسم الذي مثلا في هذه الشركة، يقومون جميعا ويعملون تحضير لكل شخص مثلا يتغيب ويتهم بعد ذلك حينما يتغيب عن مثل هذه الطقوس. إخوتي، يعني هذه الممارسات لم ترد في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم تماما بأن هذا ما أمر به الحسين رضي الله عنه، لكن الذي يفرحنا كثيرا بأن هناك الكثير ممن استوعب الحق والحقيقة واتبع الهدى، ونسأل الله أن يثبتنا وإياهم. أحبتي في الله، يعني خروجا عن يعني هذا الموضوع، أود أن أعزي نفسي وأعزي الأمة الإسلامية في وفاة الشيخ علاء الدين البصير من العراق، وقد كان باحثا شرعيا في مسألة عقائد الاثني عشرية، وقد رد عليهم في كتب عدة، وقد مارس مثل هذه الطقوس، وقد كان شيعيا ثم هداه الله عز وجل وأصبح داعية من الدعاة ومن العلماء بحقيقة التوحيد لله عز وجل والردود على مثل هذه العقائد الشركية. من مؤلفاته رحمه الله الرد الشافي على نجاح الطائي في كتابه صاحب الغار، وكذلك كتاب الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، وأيضا هناك العديد من المؤلفات التي قام بها الشيخ علاء، وقد كان متعاونا معنا في قناة وصال الفضائية. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر له وأن يرحمه، فقد توفي بسبب مرض السرطان وعانى من هذا المرض أشهرا عديدة، وتوفاه الله مساء الأمس، وكان من وصيته بأن يصلى عليه في المسجد النبوي ويدفن في البقيع، وحقق الله له هذه الأمنية وذهب به الأصحاب صباح هذا اليوم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا عليه صلاة العصر ودفنوه في البقيع. أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتولاه وأن يجمعنا به في فسيح الجنة. مشاهدي الكرام، الفقرة الثانية من فقراتنا لحلقة هذا المساء مع الجزء الثاني من الأخبار، فإلى العناوين. حملة اعتقالات ومداهمات في مدينة المحمرة استهدفت دعاة من أهل السنة. الاحتلال يبدأ حملة مصادرة الأطباق اللاقطة من مدينة شاور. الحرس الثوري يصادر 120,000 هكتار من الأراضي الزراعية في ناحية الجفير والقرى المجاورة لها. إيران تصفي ضابطا أحوازيا رفض القتال في سوريا.
الحرس الثوري يعتقل أخوين بلوشيين في سروان. الشيخ مولوي محمد حسين: لا يوجد عندنا شعائر شركية. أئمة بلوشستان يحتجون على حذف اسم بلوشستان من الكتب الدراسية. استهداف زكريا شيهك في مدينة نيكشهر البلوشية. الاحتلال الإيراني يهجم على قرية قازليان وكوسة ويعتقل 40 شخصا من أهل السنة. أهلا وسهلا بكم من جديد. شنت قوات الاحتلال الإيراني حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدينة المحمرة جنوب غرب الأحواز العاصمة، واعتقلت عددا من دعاة أهل السنة والجماعة. وقالت مصادر إعلامية إن مخابرات الاحتلال مدعومة بقوات كبيرة من ميليشيا البسيج داهمت عددا من الأحياء في مدينة المحمرة يوم أمس الأحد 9 من شهر أكتوبر، واعتقلت 4 أحوازيين من أبناء أهل السنة والجماعة في المدينة ونقلتهم إلى أماكن مجهولة. وأضافت المصادر أن الأسرى هم علي طعمة التميمي وشاكر التميمي وسعيد التميمي وأحمد فاخر منيعت. تأتي هذه الاعتقالات عقب قيام عناصر من الحرس الثوري باعتقال 3 أحوازيين كانوا يؤدون صلاة الجماعة مغرب اليوم الأول من شهر أكتوبر في منتزه بمدينة المحمرة. أعلن رئيس محاكم الاحتلال الإيراني في مدينة شاور شمال الأحواز العاصمة مجيد عن تطبيق قرار جمع الأطباق اللاقطة وأجهزة الستلايت إلى محاربة الوهابية والغزو الثقافي على حد زعمه، مهددا بمعاقبة كل من يملك علوية إحدى القرى التابعة لمدينة شاور واستولت على 15 جهاز ستلايت. وتعاقب قوانين الاحتلال في الأحواز كل من يمتلك هذه الأجهزة بالسجن والغرامة المالية، وهي ما بين 800 إلى 8000 دولار. تزامنا مع هذه الحملة، حث معاون رئيس الحوزات للشؤون الدولية الملا محمد حسن زماني على ضرورة استخدام أدوات حديثة لنشر العقيدة الصفوية، وحث على استخدام الفضائيات وجميع وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي لنشرها. أبلغ الحرس الثوري أصحاب الأراضي الزراعية في ناحية الجفير والقرى المجاورة لها غرب الأحواز بقرار مصادرة أراضيهم بشكل رسمي، وذلك ضمن مشروع الجفير للزراعة. وعلم المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز أن مؤسسة جهاد نصر، وهي إحدى المؤسسات التابعة للحرس الثوري والتي تعمل في مجال الإنشاءات، أبلغت أصحاب الأراضي الزراعية في منطقة الجفير بقرار مصادرة أراضيهم الزراعية. وأضافت المصادر أن الأراضي تمت مصادرتها تحت إشراف دائرة الزراعة في شمال الأحواز ودائرتي المياه والكهرباء. أفادت مصادر إعلامية بأن استخبارات الحرس الثوري الإيراني عذبت ضابطا عربيا أحوازيا حد الموت، وذلك لرفضه الذهاب للقتال في سوريا
إلى جانب قوات نظام بشار الأسد. وأكدت المصادر أن القتيل هو محمد رضا الحميداوي من منتسبي الحرس الثوري، رفض الأوامر الصادرة له بالذهاب إلى سوريا، فتم اعتقاله من قبل جهة في الاستخبارات قامت بتعذيبه حتى الموت. وسلمت السلطات جنازة المقدور الاثنين الماضي، سلمته إلى ذويه حيث تم تشييعه وسط إجراءات أمنية مشددة. كما أكدت المصادر أن أفرادا من عائلة الحميداوي شاهدوا آثار التعذيب وكدمات على رقبته ويديه ورجليه وأنحاء أخرى من جسمه تثبت أنه تعرض للضرب والتعذيب الشديدين. كشف موقع ناشطون البلوش عن هوية أخوين بلوشيين اعتقلوا الأسبوع الماضي في قرية كلادين التابعة لمدينة سروان البلوشية إثر مداهمة قوات تابعة للحرس الثوري لمنزلهم واقتيادهم إلى مكان مجهول، وذلك بتهمة الانتماء للمقاومة البلوشية. ونقلت مصادر للموقع بأن الحرس الثوري الإيراني اعتقل الأخوين عمران ومحمد دلداري وتم نقلهما إلى مكان مجهول. وأكدت مصادر بلوشية بأن الأخوين دلداري ليست لهم أي صلة بالمقاومة البلوشية. طالب إمام جمعة أهل السنة والجماعة في مدينة آزاد شهر البلوشية مجددا طالب التلفزيون الرسمي في إيران بعدم نشر الشعائر الشركية في التلفاز الرسمي الإيراني باسم أهل السنة في بلوشستان. وقال مولوي محمد حسين: لا يحتاج أهل السنة في بلوشستان لإقامة مراسم عزاء وشعائر شركية لإثبات حبهم لأهل البيت الصالحين. وأضاف مولوي: إن مراسم العزاء واللطم لا تجوز في عند أهل السنة والجماعة، مطالبا وزارة الإعلام الإيرانية وقف نشر الأكاذيب باسم أهل السنة في القنوات الإيرانية. وتشهد مدن أهل السنة والجماعة في بلوشستان المحتلة هجمة صفوية تستهدف عقيدتهم الإسلامية، وذلك من خلال إقامة مراسم عزاء في شهر محرم ونسبتها إلى أهل السنة. احتج إمام جمعة أهل السنة والجماعة في مدينة بشامك البلوشية على حذف اسم بلوشستان من الخرائط والكتب الدراسية في إيران. وقال مولوي فضل الرحمن كوهي: إن وزارة التعليم والتربية ارتكبت خطأ كبيرا عندما أقدمت على تغيير اسم بلوشستان إلى سيستان في الكتب الدراسية، مضيفا بأن هذه الخطوة الاستفزازية نفذتها بعض الجهات التي تحقد على هذه المنطقة والتي يسكنها البلوش. وتابع مولوي فضل الرحمن قال: البعض يعتبرنا متطرفين لأننا ندافع عن حقوقنا المشروعة، لكننا غير ذلك، وإنما نذكر الحقيقة التي لا تعجب الكثير، ولا نخشى في وطننا لومة لائم، ولا يخيفنا سيف ظالم. في السياق ذاته انتقد إمام جمعة أهل السنة والجماعة في سروان البلوشية، انتقد الخطوة التي قامت بها وزارة التعليم والتربية الإيرانية معتبرا حذف اسم بلوشستان من الخرائط والكتب الدراسية في إيران بالخطوة الخبيثة لشق الصف وطمس الهوية الحقيقية لبلوشستان المحتلة. وطالب مولوي عبد الصمد ساداتي طالب النظام الإيراني باسترجاع الاسم التاريخي للإقليم، مشددا على ضرورة عدم السماح بالتلاعب بتاريخ بلوشستان. تعرض شاب بلوشي لحادث إطلاق نار على سيارته أثناء تواجده بداخلها على أحد الطرقات، ذلك من قبل قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة نيكشهر البلوشية.
وقال شاهد عيان للموقع لموقع الناشطون البلوش، قال إن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت النار على سيارة المواطن البلوشي زكريا شيهك دون أي إنذار مسبق، مما تسبب في جرحه ونقله إلى مشفى المدينة. هذا ولا تعلم حتى هذه اللحظة أسباب هذا الاستهداف ولا دوافع. داهمت المخابرات الإيرانية مدعومة بقوات ميليشيا البسيج قرية قازليا نوكوسا التابعتين لمدينة بوكان السنية في كردستان المحتلة، واعتقلت 40 شخصا من أهل السنة والجماعة. وقال مصدر كردي إن المخابرات الإيرانية وبمساعدة مخابرات الحرس الثوري وميليشيا البسيج اعتقلت 40 مواطنا كرديا من أهل السنة والجماعة ونقلتهم إلى أماكن مجهولة، مشيرا إلى أن من بين المعتقلين أئمة الجوامع وطلابهم. وأكد المصدر بأن المخابرات وقوات ميليشيا البسيج انهالت بالضرب على أئمة الجوامع وطلابهم دون ما سبب. هذا وقد نشر موقع منظمة حقوق الإنسان الكردية قائمة ببعض أسماء المعتقلين. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية الجزء الثاني من أخبارنا لحلقة هذا المساء، ألقاكم بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد، نحن على موعد مع فقرة أسبوعية مع المؤرخ الإسلامي سامي المغلوث ليتحدث عن فتح من الفتوحات الإسلامية في بلاد فارس. كرر حديث النصر والأمجاد بمعارك الإسلام. تقرر تخصيص قوة عسكرية تعمل على دفع الفرس إلى الخروج، يعني يستدرجون الفرس إلى خارج دفاعاتهم من تحصيلاتهم بالتحرش بهم وإغرائهم على الالتحام بالكر والفر، يعني في حين وقت يعني آخر أن يترصد الجيش سائر الجيش الإسلامي في أماكن خلفية خافية من أعين العدو، يعني يباغتونهم بغتة. فإذا حدث الالتحام تظاهرت القوة بالخسارة، ثم بعد ذلك يعني خطة محكمة حقيقة، والتراجع أمامهم إلى حيث يستطيع الجيش الإسلامي أن يشترك في المعركة ثم يلتحم بهم بعيدا عن تحصيناتهم. كلما ابتعدوا عن تحصيناتهم الدفاعية في داخل مدينة نهاوند يعني التي محاطة بالحسك الحديد، كان ذلك ونفذ القعقاع بن عمرو التميمي ومعه سريته من الجند هذه الخطة بكل اقتدار، فناوش الفرس وأثارهم فخرجوا من أماكنهم، ثم تظاهر وجنده بالهزيمة فتراجع القهقرة والفرار إلى حيث مكان تجمع الجيش الإسلامي فطاردوه. يعني بدأ الطعم ينجح في هذا الأمر، فطاردوه وأضحوا بعيدين عن مدينة نهاوند وتحصيناتها المنيعة، فانكشفوا أمام القوات الإسلامية التي طوقتهم، ثم انقضت عليهم ودار قتال، قتال شديد لم يسمع، وهذا الصورة التخيلية لم يسمع به ولم يشهد مثله في هذه الملحمة التخيلية لهذه المعركة، جيش يعني بين المسلمين وبين الفرس، وصمد المسلمون لضراوة القتال وشراسة هجمات الفرس بشكل مذهل، وقاتل الفرس قتال المستميت، لأنها حقيقة بعد هذه المعركة ستحدث أمور سيتعجب منها أخي القارئ وأختي أخي المشاهد وأختي المشاهدة على كثير القتل فيهم. واستشهد كثير من المسلمين حتى كسيت أرض المعركة بالدماء يزلق فيه الناس والدواب، وأصيبت بعض خيول المسلمين في هذه الزلقة، كما أصيب النعمان بن مقرن حين زلقت قوائم فرسه في هذه الدماء فسقط فوقه وكان قد جرح من رمية في خاصرته رضي الله عنه، فكانت السبب في استشهاده. فحينما استشهد النعمان بن مقرن قائد المعركة، تناول أخوه نعيم بن مقرن
والبعض بضم النون نعيم بن مقرن، ونعيم بن مقرن هو الأرجح والله أعلم. الراية منه قبل أن تقع، وسج النعمان بثوب ثم رفع الراية إلى حذيفة بن اليمان كما جاء في التوصية في ذلك بوصفه خليفة النعمان في هذه المعركة. وتكتم المحيطون بسرية جميلة رائعة بهذا الأمر حتى لا يدب الوهن في قلوب الجند، واستمرت المعركة كالمعتاد، وواصل حذيفة بن اليمان قيادة المعركة بكل اقتدار وبكل قوة، حتى استطاع المسلمون بفضل من الله تعالى أن يبدأ مع بداية منتصف يوم الجمعة التي بدأت معها المعركة في منتصف يوم الجمعة، واستمرت إلى عتمة الليل، وانتهت بانهيار التماسك الفارسي المجوسي، وبالتالي هزيمة الفرس وانتصار المسلمين انتصارا مؤزرا، انتصارا عظيما سجله التاريخ. وتراجع من نجا من المعركة، لكنهم ضلوا طريقهم في عتمة الليل. لماذا؟ سلكوا طريقا خاطئا أوصلهم إلى واد عميق يقال له بالفارسية واية خرد، واية خرد، فسقطوا فيه مع خيولهم، وقتل منهم ما يقارب كما يقول المؤرخون ما يقارب من 80,000 مقاتل، وكان من ضمن القتلى من مردنشاه من بين القتلى. بل أن الفيرزان الذي تمكن هو واحد القادة من النجاة مع قلة من جنوده وفر بعد ذلك إلى همدان، استطاعت القوات الإسلامية بقيادة نعيم بن مقرن والقعقاع، ونعيم بن مقرن والقعقاع، ثم أدرك هذا الأخير الفيرزان في ثانية همدان وقتله، واستسلمت حامية نهاوند، وطلب سكانها الأمان وأقروا بدفع الجزية، فأجابهم حذيفة بن اليمان إلى ما طلبوا، ودخل المسلمون المدينة فاتحين، دخل المسلمون المدينة منتصرين، دخل المسلمون المدينة مكبرين الله أكبر الله أكبر في موكب النصر والعزة. وكتب حذيفة إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبشره بفتح نهاوند والتي تعرف بفتح الفتوح. هذا وصل الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كما أنه ذكر بأن كان هناك فتوحات الإسلامية في جنوب العراق، الولجة، الأبلة، أيضا فتوحات في بلاد فارس، بإذن الله عز وجل بأن يسطر هذا التاريخ فتوحات إسلامية جديدة على أرض العراق وفي جميع بلاد فارس، وستصبح هذه البلاد حرة إسلامية بمشيئة الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز. أحيانا الإنسان يقول بأن هذا مستحيل، وأن الغرب قد اجتمعوا مع هؤلاء الروافض على المسلمين، لكن نتذكر قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لن يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتثبيتا بإذن الله، وستكون الغلبة للمسلمين مهما كان الأمر. لكن ما هو الدور الذي سنقوم به؟ ما العمل الذي سنفعله؟ ما هي الوسائل التي سنبذلها في نصرة هذا الدين؟ لنري الله من أنفسنا خيرا. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
قناة وصال، دليل وصولك للحقيقة. وسيلة تطبيق حجوزات السيارات.